انا محمد شاهين، انا جاي من بوابه المحميه ومتوقع ان هنا هيكون في شلال او في ميه مندفعه. انا مشيت من هنا متوقع ان هنا هيكون في شلال او ميه هنا مندفعه جامد، لان الارقام بتاعه الخريطه بتقول ان المكان ده عالي والمكان ده منخفض، الميه ماشيه كده 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 كده. في النقطه دي بالذات هتلاحظوا ان في كيرف في المنحنيات العاليه، بتلاقي الميه مندفعه جدا وبتلاقي الشلالات. فهنا نقطه كويسه ان انا الاقي فيها ميه كتير، حتى في اوقات الجفاف ممكن الاقي فيها ميه. زي ما انتم شايفين بصوا المياه بدأت تتجمع في النقطة اللي انا حافرها. طب ليه؟ دي حاجة بقى فيزيائية. دلوقتي في ضغط من هنا حواليها، ضغط الارض، فالضغط ده موجود جواه مياه. زي ما انتم شايفين المياه ماشية كأن انا فاتح حنفية من الناحية دي بالذات. يعني المياه دي حاليا لو المفروض ان هي صالحة للشرب، ولكن ده حجر جيري، يعني مادة كاوية. لما يختلط بالمية يبقى مادة كاوية أكتر. في حالة الضرورة الواحد يصفي المية دي ويشربها. وطبعا ده هنعمله في الإيفنت بتاع يوم 24. هنشرب المية دي ونحولها لمية صالحة للشرب. مهارة البقاء إنك تفهم الطبيعة وتفهم المكان اللي أنت رايحه عشان تستمتع بيه، مش عشان توصل لمرحلة إنك تاكل حشرات.